في كل حومه كاينه دار معروفه، النساء ديال الدار هم هم النعومه. السيده اللي في الطبق الثاني تالفه بالقرايه، كيصحاب ليها النعومه ديما بتخلط مضمونه. شامبوان وكريم وزيوت كيرطبوا ياك، اما جارتها اللي هي كتصرف ديما كتختار الغالي بلا ما تعرف. شحال ما كان غالي شحال ما زاد نعوم شعري ياك ولا لا؟ لا بوحدها الفهمه ديما هانيه، الشعر ناعم ومزيان، ما كنشريش الاوهام حيت عارفه بان بري بلوس من وحي الخلطات العربيه التقليديه تكفي ويوفي.